ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الصفات أو بعض صفات هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه هي صفاته صلوات ربي وسلامه عليه حذر أمته من الوقوع في الشرك في أحاديث ونصوص كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه.